لان معلوم ربما يعطيو الشيكات بدون رصيد الى غير ذلك. فالامر يعني لذلك خصنا نشعروا بهذه الضروره. وهذا الجانب. الجانب الثاني ثلاثه ديال اسمح لي السيد الرئيس نطبق التفكير حول التنميه والثقافه هو من الجانب الفكري متطور بالكثير. ادبيات يعني اكاد اقول بالمئات من الموضوعات والافكار حول العوامل الاقتصاديه للتنميه. واصبحت ماشي فقط كلام بل الدول التي استوعبت هذه الفكره الرابط بين الثقافه وبين التنميه حقيقه حققت نجاحات هائله. ليست معجزه ان باريس تستقطب اكثر من 20 مليون سائح وفرنسا 84 مليون سائح. فالسياحه اولا عندها او مش عفوا الثقافه اعتذر وان كان الربط الثقافه عندها بعد تنموي اكيد. التنمية للانسان اهم شيء عملا بمقوله شعبيه في البلاد على الاقل. الانسان هو راس المال وهو اللي يجيب المال وهو اللي قادر على ان يخلق الثروه في جميع مستوياتها الماديه واللاماديه. التجربه اللي عشناها واحنا عندنا مهرجان شبيه لهذا وكان معنا طيب العام الماضي مهرجان في جابس الجنوب التونسي. مهرجان الفرق الاختلاف ربما انا انتم موجودون في الشمال موجودون في الشمال ونحن موجودون في الجنوب. لكن بقيه التصورات والمقاربات والاشكاليات كل واحده. واحنا من الاول حرصنا على وجود ثالوث محلل ليس محارب. يتمثل في المجتمع المدني اللي هما السهرين وخلقوا المهرجان. يتمثل في الداعمين سواء بالسام سبونسور. ويتمثل في الدوله لان يعني الدوله لها دور. وهنا نعاود ناكد فضل الداعمين طبعا وان اصبحت لدينا من الدوره الثالثه اصبحت لدينا قاعه سينما. رجل أعمال ورجل المال لما تعطيه ضمان وهذا من حقه هو مستثمر من حقه باش يحصل يحط كذا دينار يعود بعد كذا سنه. لما تكون عنده ضمان انت كمجتمع مدني وانت كمنظم لمهرجان وانك ستاتيه بمستهلكين بمقبلين على مستهلكين للثقافه عفوا. وكما قال صديقنا المتدخل كون توفي باغي شي صافي صافي مع الكور. الناس تقرا ربع صفحه واحد يقرا 11 كتاب او اكثر. هذا وهذا اللي يفسر تخلفنا وهذا علاش تكون الثقافه رافعه للتنميه وتكون قاطره هي القاطره لكل شيء. بالتالي حنان العقيل ديال هذه الجهات الكلميه وبسبب القاعات اللي كنهضروا عليها. للاسف. النقطة الثانية والتي صراحة استفزتني كثيرا تدخل المسؤول ديال وزارة الثقافة لقاء علينا واحد الجريدة وكأنه لا يعلمها ما يدور في ثقافة المدينة، ودليل هذا أنه هي من تدير ديال الثقافة ديال هذه المدينة تماما. ما كاينش. هذا دليل أنها وزارة الثقافة غايبة بتاتا على هذه المدينة هذه. أتحدث عن التنمية المستدامة. ونغفل الثقافه المستدامه باش تشكيل مشروع المهرجانات. انا اعطيكم مثال وزاره الثقافه شعبها في هذه المدينه هذه تقول لها شعبها في هذه المدينه هذا هو دار الشباب اللي انا ابن هذه الدار منذ 17 او 18 سنه مسدود هنا في مسدود هذا الدار الشباب اللي كونت اجيال واجيال ما كيفاش بغيتو انا نعطيو؟ ثانيا خلينا ندخل ملي كنهضرو على الثقافة كاين واحد ما يسمى بالتثقيف بالناظر. كنلاحظ ان كل مهرجان كيجي ضيوف مزيان تبارك الله ولكن واش حنا غادي نبقاو نخدمو من العام للعام؟ راه يستحيل ان نحتاج شي دورة تامة ونهضرو على الثقافة ونهضرو على المهرجان ونهضرو على الدم ونبكي على الأرض.
فين هي فين هو فين على طول العام شو كدير هذه السينما في هذا الاكليم؟ شو كيديروا هذا السينما في هذا الاكليم؟ شو كيديروا هذا اللي كيهضروا على التنميه في الاكليم؟ كتحدث عن التنميه في حين نجد غياب مسؤولين على هذه التنميه في المدينه. والدليل على هذا البارح الافتتاح اللي جا حضر فيه زاباتيرو وكنت اسمع باش اليوم باش تكون القاعه شويه عامره حتى هي اللي ما حضر فيه لا عامل الاكليم ولا نواب برلمانيين ولا رؤساء البلديات. كيفاش غنديروا الانتقام هذا؟ ما فهمناش فهموا الرايح وين. سيدي وزارة الثقافة في الكلمة تاع في البداية تعرفت لا مجال لأي تقدم اقتصادي واجتماعي بدون تنمية ثقافية. مزيان. الكثير ما كيعرفش الأهمية أو المستوى اللي وصلت ليه السينما أو الواقع أو الفعل السينمائي على مستوى مدينة الناظور. فبالتالي يحس بنفسه خان ماشي ولد مدينة الناظور ولكن كيحس في نفسي انه مدينه بحجم مدينه الناظور اللي وصلت السينما المغربيه ماشي كنقول السينما الريفيه او السينما الناظوريه ولكن السينما المغربيه وصلتها العالميه وصلت المهرجانات الدوليه لدرجه ان فيلم ادريس كارمن في المهرجان الدولي للسينما في دبي كان هو المرشح للجائزه ويدوز كاول فيلم مغربي غيدوز غيترشح الجائزه ديال الاوسكار ولكن باعتبارات سياسيه على اعتبار انه الفيلم اللي كان ينافسه هو فيلم فلسطيني اللي هو العوده باعتبارات سياسيه فاز الفيلم بالجائزه الكبرى ديال المهرجان فبالتالي الفيلم قوي اجابه كبيره جدا من كبار المخرجين والفاعلين في الحقل السينمائي الدولي كنهضر على الناس ديال السينما الحقيقيين فما يحس في النفس هو انه نهار هاد الناس غيسولوا هاد المخرج هذا منين جا من مدينة الناظور ويمشيو مدينة الناظور من أو السينما فوالله العلي العظيم لا عين عين كنتحملوه كاملين كفاعلين هنا غندوز لواحد الشق ثاني اللي ما هضرناش عليه هو المنتخبين شنو هو دور المنتخبين؟ من هو مش الفاعل المدني والفاعل الثقافي؟ لأنه الفاعل المدني والفاعل الثقافي الدور ديالو هو أنه يشد حجرة ويلوحها في البركة لين هي راسية باش تتحرك الفاعل المدني او الفاعل الثقافي ما مسؤولش انه هو اللي يدير القاعه ديال السينما ما نحملوش الناس داك الشيء اللي ما يهمش هو ما دخلش في الخصاصه ديالهم البناء ديال القاعه ديال السينما في مدينه ديال الناظور خاص يكون هاجس ديال المنتخبين ديال المنطقه سواء على المستوى المحلي سواء على المستوى الاقليمي سواء على المستوى الجهوي مدينه الناظور بحاجه لقاعه سينمائيه عيب انه السينما في مدينه الناظور وصلت لواحد المستوى عالمي فيها فنانين فيها مخرجين فيها كتاب سيناريو وصلوا السينما المغربيه للعالميه وما فيهاش قاعه سينما فحقيقه عيب والله العلي العظيم العيب وهاد الناس ديال المهرجان ماشي فقط حيت انا مشارك في المهرجان لا انا دائما المبادرات الثقافيه في مختلف المدن كما كانت كنتمنها لانه اللي كيدير مهرجان فكياخذ واحد التحدي كبير جدا باش يخرج هذا المهرجان للوجود. طنجه حنا في المنطقه الشرقيه ايضا عندنا في الخدمه والتليفون ديال السير الطيب مديره معهد يعني مويه العين من طرف الوزير ديالنا وطبعا باذن صاحب الجلاله ان نجيبوا التمويل الخاص باش هذه المنطقه ما بقاش نقول ما عندناش يمكن احنا المغاربه والنساء المغربيات العمل ديالهم والاجتهاد ديالهم السفر تكلمنا في هذا الموضوع ونتمنى ان ان شاء الله السنه القادمه غيكون قطر ضيف شرف والسنه اللي موراها تكون الصين الدعم ديالها والقوه ديالها كقوه اقتصاديه وايضا كقوه ثقافيه شكرا لك. ديالو غادي يجيو بعد المشاهدات المتكرره ديال الفيلم ممكن يدي الاعلان ديالو. الصديق الحجوب تكلم بزاف على المنتخبين وانا كنشوف في القاعه لقيت راسي وحدي من المنتخبين وحسيت بواحد ماشي اهانه ولكن حسره لانه يجب ان نميز ما بين كذلك ما بين المنتخب والفاعل المنتخب وكذلك ما بين الفنان والفنان الفاعل وهذا خصنا ولا بد ان نميزوا فيهم لانه التعميم يسيء ايجابي يجب ان نركز بانه في موضوع الثقافه راه الاول ديو الوزاره الوصيه الميزانيه المخصصه لوزاره الوصيه اظن
لا تتجاوز 3% من ميزانية الإخوان. صفر وسيلة ثلاثة. كون 3%. صفر وسيلة ثلاثة. من الخيمة حجمين ياك. شكون واضح أن لي ديسيدور هما الوزارة الروسية. الوزارة الروسية عندها صفر وسيلة ثلاثة. ثاني أن لي زوبجيكتيف الأهداف اللي بغينا نحققهم هما هما صفر وسيلة ثلاثة. وإذا رجعوا للجماعات المحلية أرى نفس الشيء، الجماعات المحلية للريبريك ديال الميزانية أرى محددة عن طريق في المبشي كيف المغرب غادي تلقى هذاك، ولكن بلا بجانب هذه الميزانية يجب أن يكون هناك اجتهاد، ولكن أقول لك الدور ديال الفاعل المنتخب. الإشكالية راه قلتها في الأخير، من يصوت على من ومن يدعم من وشنو هما الناس اللي كيخدموهم الاحزاب السياسيه بصفه عامه، وهنا كاين الاشكاليه ديال الدور ديال المواطن الفاعل والمواطنه الحقيقيه. ثاني الى جينا نديروا نحملوا المسؤوليات راه في التالي غادي نوصلوا لداخل المواطن اللي حتى هو ما كيقومش بالدور ديالو. على اي جهه الشرق بصفه عامه والناظور بصفه خاصه، إذا جينا نهضروا على المستوى الثقافي فلأن الثقافة من العالم. خدينا مع هذوك المغاربة اللي كنصوروهم برخا جبني فيهم وركب على الحمار، لا بغينا نوريو لهم بأن عندنا الموديرنيزم، عندنا التقاليد ديالنا. دونك شريت أنا بدا ما كاين بيرسون لي باغي، شريت نظن بدا كاين شي مسائل اللي غلطنا فيها ولا شي حاجة، ولكن في الاحيان شريت المونتاج. فيما يخص القطاع السياحي معروف هو كيعاني في قيود كثيره، وتاتي في الاول هو الافتقار الى الحكم الرشيد لا بون غوفرنونس. بون غوفرنونس حنا كنخلقوا جمعيات مؤسساتيه وكنطلقوها بدون استكتوريات، بدون ما كاينش، ما عندهاش هذيك الهيكله باش تخدم الناس، ما عندهاش الامكانيات البشريه، الامكانيات الماديه ما كاينش. نعطيكم على مثال لانه المجلس الجهوي الاسم ديالو كيخوف، المجلس الجهوي للسياحه، ولكن المجلس الجهوي للسياحه هي جمعيه ما عندهاش الامكانيات، ما عندهاش البيجي ريال. جمع 10 طلبات ديال قاعة السينما داخل المشكل ديالنا هو تشكيل عنصر بشري، يجب أن نطور الفكر الإنساني وأن أقوم بوس أفوار لي فيلم كوم بوس لا كولتور على ليكتور أون باس دو أن كار دو باج أ 30 ليفر أو 40 باج أ 5 ليفر أو 6 ليفر باج باغ أن كون ريست با آخر ترتيب الشهر. كنظن سيادتكم راني ديجا بضبط الوزارة، كنتمنى ندير سبيكتاكل ديالي من طنجة لكويرة. سبيكتاكل ديالي ساعة ونص، كيهضر على محاربة الأمية، كيهضر على الثقافة، كيهضر على الناس اللي ما عندهمش بزاف اللي طبي كيسوفيو في فرنسا، يسوفيو في بلجيكا. أنا كنخدم مع 150 جمعية، جو ترافاي افيك 150 أسوسياسيون ديفيرون دو موند انتي، بلجيكا، في المان، توت لا فرانس، مشيت ميم نيويورك. سي غراس الله روسي، غراس هذا إلا بغات ربي تطلع، والله غير تطلع، لاكارت تطلع، هذا فيلوزوفي ماجازين.